بسم الله الرحمن الرحيم. وقفتنا اليوم مع هذا الاسم نورة له معنيان أساسيان. المعنى الأول السمة أو العلامة، لا سيما التي تستخدم النار فيها. أما المعنى الثاني فهو من النور والضياء، وهو اسم عريق متجدد كان من أسماء النساء قديما، وهو إلى يومنا هذا لم يزدد مع مضي القرون إلا جمالا وانتشارا كانتشار ضوء الشمس على الأرض. ومما قيل عنه في الشعر: السحر هاروته عيناك يا نورة، والبدر من وجهك الباهي اكتسى نورة، والبلبل اعتنق الأغصان من فرح غنى بها ولها لما رأى نورة، والوردة ابتهجت حيت كفي غزل لما ابتسمت لها فشع النور يا نوره.